جود سعيد مخرج فيلم مسافرو حرب اللي مشارك في المسابقة الرسمية لأيام كارتاج سينمائية 2018، كيف وجدت هذا الإقبال الكبير على الفيلم؟ الحقيقة التوانسة غمروني بمحبتهم، ويعني كومون دي اون فرونسي جوي تري ايمو، كثير متأثر بهالمشاعر اللي عم يعطوني إياها، بهالحب. يعني سمعتوا يمكن تصفيق في آخر هذا العرض الثاني اللي كان كومبلي كمان، أحياناً تعجز الكلمات أن توصف مشاعرنا، وبتمنى أنه هذا الشيء يتكلل بشيء منيح. يعني الفيلم كما لاحظنا فيه العديد من الرسائل، هل شعرت أنها وصلت للجمهور اليوم؟ يعني أنا هذا الشيء ما فيني أحكم عليه بقدر ما بستنى من الجمهور هو اللي يقول كلمته. بتخيل من أنه ردة فعل الناس كانت جميلة جداً يعني بعد العرض. يعني الأجواء العرض كيفاش كانت اليوم؟ رائعة، أكثر من رائعة، يعني بكفي أنه الصالة ممتلئة يعني. وعليش النهاية الحزينة؟ لا، هو النهاية ما أنا حزينة، النهاية بس بتذكرنا أنه لازم نفكر دوماً بالشيء اللي عم نعمله. يعني هو منح الحب، منح كل شيء لديه ورحل. يعني أتوقع أنه يأخذ جائزة الفيلم؟ أبعرف، هذا بتمنى، أكيد بتمنى. ممثلة سيرينا محمد، أنت مشاركة في فيلم مسافر وحرب اللي مشارك في المسابقة الرسمية لأيام كارتاج السينمائية 2018، كيفاش لقيت أجواء عرض الفيلم في ضمن فعاليات المهرجان؟ يعني يمكن باين على وجهي أكثر الجواب. كنت كتير سعيدة بتفاعل الجمهور، ونتمنى أن نكون عند المسؤولية للجمهور التونسي لأنه يتمتع بذائقة خاصة. هذا ببين معنا من خلال عدة عروض على فكرة حضرتها أنا، في إصغاء، في جمهور منصت مثقف بيعرف إمتى يتفاعل بأي مطرح يتفاعل، فنتمنى أن نكون عند المسؤولية. كيف لقيت ردود أفعال الجمهور اليوم في العرض الثاني؟ تماماً مثل ما عم قل لك. تماماً، يعني تفاعل كتير معنا الجمهور، بلحظة بكي بلحظة ضحك، سافر معنا بهي الرحلة اللي نتمنى أنها تكون كانت جميلة. الفيلم فيه العديد من الرسائل، هل شعرت أنها وصلت اليوم الرسائل هذه؟ من تفاعل الجمهور شعرت أنه وصلت الرسائل، نعم. والنهاية، النهاية كنت حزينة شوية نوعاً ما. حزينة ولكن فيها شيء واقعي بعيدا عن الادعاء أو الكذب، خليني هيك كون. تتوقع أنه الفيلم يأخذ جائزة في المهرجان؟ هذا الحكي أكيد نتمنى، ما فيني أنا أتوقع أكيد. أي ولكن نتمنى هذا الحكي إن شاء الله موفقين. شكرا كثير لك، شكرا حبيبة قلبي. أستاذ حسين عباس، أنت حضرت أول عرض فيلم مسافر وحرب اللي هو مشارك في المسابقة الرسمية أيام كارتاج السينمائية 2018، كيف وجدت الإقبال الجماهيري على هذا الفيلم خاصة أنه اليوم العرض الثاني؟ هلأ نحن سعداء جدا. أول شيء شكرا للجمهور التونسي عموما وجمهور السينما التونسي خصوصا. أنا مجرب الجمهور التونسي بالمسرح، عارضهم بمهرجانات مسرحية من سنوات عديدة، وبعرف شو يعني الجمهور التونسي. بعد غياب طويل بتفكري نتيجة كتير تغيرات أنه يا ترى هذا الجمهور حدا هربوا من المسارح أو من السينمات، أو حدا استقطبوا أكثر، أو نتيجة الظرف العام للبلد شو ممكن صار. برح أقول تفاجأت، زهلت وبإعجاب شديد، وبوجه له تحية لهذا الجمهور الملتزم ككم، ليس ككم فقط أنه عبى الصالات. ونحن بالنسبة لنا الفيلم للعرضين من أول، من صباح يوم العرض الأول كان حجز للعرضين، واليوم عم يخبرونا أنه كومبلي كمان أيضا بكرة بعرض قرطاج أيضا نفذت البطاقات. ليس ككم فقط بل كإنصات، كطريقة الراقية الأنيقة بالتلقي والتعبير. حتى شفنا لما ما بيعجبه فيلم يخرج من الصالة بكل هدوء، جمهور مباشر، جمهور صادق، وجه لهم فعلا تحية. وهذا الجمهور اللي بنحتاجه، وإن شاء الله ما يكون بس بتونس، يكون بكل المهرجانات هكذا جمهور إن شاء الله يا ربي. الفيلم كما شفنا يعني ضمن العديد من الرسائل، هل حسيت أن الرسائل هذه وصلت للجمهور اليوم؟ هلأ لما بتشوفي دموع الناس بعد الفيلم بتقولي ايه أكيد وصلت رسائل، أو وصل بعض هاي الرسائل، أو يمكن وصل رسائل أكثر من إحنا منتوقع. كلهم يتلقى حسب الحالة اللي هو فيها، بس أكيد ما حدا بيقدر ينزل دموعه ما بيعرفنا.
وصلت له هي الرسالة باختصار شديد. يعني إن شاء الله تكون تعبنا هيك خلال فترة طويلة والجهد المضني اللي قدمناه خلال تصويرنا لهذا الفيلم وغيره من الأفلام وصل للناس بطريقة تليق بتلقيهم وبثقافتهم. وشكرا لهم، برجع بقول بأكد على عمرك. النهاية لاحظنا انها حزينة نوعا ما، لماذا هذه النهاية؟ حزينة شفتوها انتم هلا، نحن يمكن ما مر علينا الكثير، يعني النهاية هي اقل درجات الحزن اللي عانيناه خلال 8 سنوات، حاولنا نعبر عنه بأقل جرعة ممكنة.